يقول أخذت قرض 300,000 إذ بعت العمارة وتحمل المشتري القرض، هل يكون قد برئت ذمتي بذلك من هذا القرض؟ لا، لا تبرأ ذمتك حتى يؤدى الدين إلى صاحبه، ولو تحمله عنك أحد إنها لا تبرأ ذمتك بذلك حتى يسدد الدين. دليل على ذلك أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ميت، فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله، تحملها. تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم بعد يوم أو يومين سأل الرسول، سأل هذا الصحابي ما فعلت الديناران؟ فقال ما مضى يا رسول الله إلا وقت قصير. ثم لقيه مرة ثانية فسأله ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن الدين في ذمة الميت إلى أن يسدد. نعم.